ضربات إسرائيلية محدودة على جنوب سوريا واعتراف نادر بشن هذا الهجوم. تطور يأتي بعد إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة في الجولان لتصعيد عسكري على الحدود الجنوبية للبلاد لا يمكن فصله عن مجريات الساحة الفلسطينية. الجديد في هذا الاعتداء بأنه لم يكن ذو فعالية كبيرة كما سابق الأمر، كان يستهدف أماكن حساسة، مواقع مثل مركز البحوث العلمية أو إلى آخر ما هناك. وبالتالي أعتقد بأن يعني بشكل عام الإسرائيلي دائما، ونقولها دائما، بأنه غالبا ما يصدر أزماته الداخلية إلى الخارج، وأعتقد بأنه يريد أن يلهي الداخل الإسرائيلي لأنه الداخل الإسرائيلي يفور ويغلي مظاهرات وإلى ما هنالك. الهجوم الإسرائيلي وفق مصدر عسكري سوري يطال مواقع في المنطقة الجنوبية لسوريا، وتقتصر خسائره على المادية مع تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الإسرائيلية. لا أعتقد أن كرة النار ستتدحرج لتكون حرب يعني واسعة في المنطقة أو لفترة زمنية طويلة، لأن إسرائيل لا تتحمل هذه المرة أي حرب استنزاف طويلة، وبالتالي على عدة جبهات في سياق ما تحدثنا به حول وحدة الجبهات أو الساحات. يرى مراقبون أن الهجوم الإسرائيلي الجديد لا يختلف عن غيره إلا من حيث محدودية الأهداف والنتائج والاعتراف الإسرائيلي به.